السلام عليكم بنات، اخباركم بخير؟ لاباس عليكم، اماكم هانيه. اليوم ان شاء الله حلقه ديال اليوم عندي فصاله ديال جلابه مخزنيه، تشوبها هو في الكريب بلوغوا، وقلت نشاركها معكم حتى هي باش تعرفوا الطريقه ديالها. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على السلسله اللي دايره، حيت هذه ملاحظه دائما البنات كيسولوا على شي حاجه عجباتهم. بالنسبه للسلسله اللي دايره هي اللي قلت لكم عندي في لاباج الانستغرام، غتلقاو اللي عندي لها في صندوق الوصف. السلسله ها نتوما كاينه السلسله الرقاق، هذه سلسله وحده ولكن فيها ثلاثه، هي وحده هكا هايك اللور فيها سداده وحده ولكن فيها ثلاثه سلسلات، وكاين دي موديل اخرين كاين اللي غير سلسله وحده. وبالنسبه للغورميت ها هما غورميت رقيقه، ندير الكورميت شتوها، نتمنى تكون باينه ليكم. وكاينين حتى خويتمات ديال المارياج، وكتابة معنا الفصالة ديال اليوم. التوب ديالنا البنات هو كوبو اللي كيكون فيه 2.35 متر او لا 2.40 متر، وبعد ما كيكون فيه حتى 2 أونص حتى هو تيكون فيه كما العاده. كنقلبوا على الظهر ديالو هكا، لا ليزير على لا ليزير كيف ما كنقول. هذه فصاله ديال جلابه مخزنيه، يعني ما غاديش نديروا ليها الداخله وفي الخارجه، غادي نفصلوها على شكل واحد على طول واحد ما سبقش لي درت معكم هذا الدرس هذا ديال جلابه مخزنيه. كاين اللي تيقول لها جبليه، كل واحد وشنو تيقول لها. كنقلبوا التوب كيف ما قلت لكم، حطوا التوب بهذا الشكل هذا، نخرجوا هاد لا ليزيغ هادي على الظهر ديالنا. كيف ما قلت لكم بغينا نحيدو هاد لا ليزيغ هادي، نحيدوها ما بغيناش، نقدروا نخليوها لان هنايا عندي غنديرها في الرندة، يعني ما غاديش تسبب لي مشكل، هي ملي كنكون غنخيطو على السفيف ما كتجيش. اما الرندة راه هي اصلا كنتنيو هاد التوب هذا، راه تيتسنى من اللور. عندي الطول ديال السيدة، بسم الله، الطول ديال السيدة هو 1.42 متر زائد 8 سنتيم هو 1.50 متر، سيدة طويلة شوية. نتمنى ان التصوير يكون باين مزيان احسن. كما كنقول دائما جلايب من تحت، عندنا هنايا كناخذ العنق ديالي اللي هو 8 سنتيم، كنهبط هنا بجوج لانه يكون باين ليكم، كنهبط بجوج كيف ما العاده.
كنحاول نعاود معاكم، لان كاينين اخوات اللي يلاه داخلين معنا جداد، باش حتى هما هكا ما تفوتوا حتى شي حاجه. كنهبط في الكول، لان هذه جلابه غنهبط في تسعود، كنجيبها كيف ما قلت لكم بحال حرف الراء، كنجي لهنا. انا عندي في الكتاف 20، لكن السيده بغاتها مخزنيه. عندي في الكمام 58، كناخذ 20 ديال الكتف، ها هي كنطراسيها، كنزيد عليها انا 10 سنتيم. السيده بغات طيح الكتف ديالها ب 10 سنتيم، دونك 20 ديال الكتف زائد 10 سنتيم هي 30. يعني غناخذ من هنا من العنق حتى لهذا جهه الكتف 30 سنتيم، ها هي 30 سنتيم. غنجي للكتف في الجلابة العادية كنطيح الكتف بثلاثة سنتيم، لكن في جلابة مخزنية كنطيحوه بخمسة أو ستة سنتيم. أنا غندير ستة، خلط راسي هادي من العنق حتى الجهة ديال الكتف، خلط راسي منها. كنجي لهنايا تنهبط بالحزام اللي هو 36، كنهبط بلي هونش اللي هي 60. بما انني خديت في الكتف 30 سنتيم، وانا عندي في الصدر ديال السيده 27، كنزيد لها غير 2 سنتيم، 27 زائد سنتيم ديال الخياطه 28 زائد 2 سنتيم ديال الترويح. السيده ما بغاتش الجلابه تجيها مخزنيه واسعه بحال اللي كنشوفوها في جلاب السواقين، بغات الجلابه تجيها مخزنيه ولكن تكون قياسها، ما تكونش واسعه عليها هكا، فهمتوني؟ تكون القياس ديالها. اذا شنو غندير ليها؟ 30 سنتيم اللي عندي هنا هي اللي غادي ندير في الصدر، وهي اللي غادي ندير في الباصه، لان اكبر بلاصه عندي هي الباصه. شحال فيها؟ فيها 29 سنتيم، فهمتوني؟ يعني الباصه عندي 29 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 30 سنتيم. دونك هي اللي غادي ناخذ. وبالنسبه للجلال غندير 36، حيت فيها افتحات في الجناب، و 36 هي اللي غادي يعطيني الثوب، لان الثوب متني على 4. لو كان كانت عندي السيده البيضاء ما غاديش ندير لها الطريقه هذه، يعني غنحاول ندير لها داخله في خارجه باش نعطيها حتى ل 40. انا هذا عطاني 36، كافي عندي مخير لها. بالنسبه لهنايا تقدروا ديروا خطوط باش هكا تقبطوا عليهم. بالنسبه ليا الله المبتدئات، كنجيو لهنا فين طيحنا الكتف، كنهبط باش نشوف العرض ديال الكم اللي كاين هنا شحال بغيتو يكون عريض، واش بغيتو يكون عريض بزاف ولا بغيتو يكون عريض غير شويه. خاصني نعصبني حنا اللي كنفصلو ما يصلحوش لينا الخواتم في اليدين. المهم انا هنا غنكتفي ب 26 سنتيم، غنمشي بها هادي هكا لعند 30 اللي خديت. هاي كاين جوج طرق، كاين بزاف، هو نورمالمون كاين بزاف ديال الطرق. كاين اللي كتمشي بهادي هكا حتى لتحت حتى للجلال، هذه الطريقه ها هي غنقدها معكم باش تبان لكم بحال هكا مشيت لتحت. وكاينه صاله مخزنيه اللي كندخلوا فيها هنا شويه هكا، كنحرفوها هكا وكنخرجوا، كتجينا هاد التخيله هادي هكا، يعني بحال تنماركيو الصدر ديالنا شويه، يعني كندخلوا مثلا بواحد سنتيم ونص هكا حتى لجوج سنتيم صافو، كنجيبوها هكا دايره. نتمنى انها تكون باينه لكم. كاينه اللي كنمشيو بها نيشان، وكاينه اللي كندخلوا بها هكا
باش كنعطيوها شويه العصرانه وتنخرجوا هكا في الباسان وكنمشيو للجليل. المهم هادو جوج طرق وريتهم لكم في صاله واحده. هاد السيده هادي ما بغاتش هاد الدخله، بغاتها تجي نيشان. ديك 31 ديك 30 عندي هنا هي اللي غنمشي بها نيشان ونخرج بها لتحت في الايفازي تنخرج لعند 36. هانتوما مشيت بها حتى خرجت بها لهنا نيشان، هايا ها هو الخط حتى خرجت بيه لهنا نيشان. كما كنقول لكم دائما ردوا البال مع الكول الكول الا ما رديناش مع البال كنقطعوه. والعديد من الاخوات غيكونوا وقعت لهم هذه القضيه هذه منين كانوا تيتعلموا. انا بعدا بقات في بالي منين كنت كنتعلم بقات لي في بالي هذه القضيه هذه فيما تنوصل للتقوره ديال العنق كنقول عندك نقطعها هذه دائما صافي كتمي موارا. كما قلت لكم انا مشيت بانيشن نقاد هنا الثوب مزيان حيت باش خصني نكراني البلاصه ديال الكمام باش هكا المعلم ميبقاش يقلب على البلاصه اولا يدير لنا شي غلط. كناخذ العبار ديالي راسي انا وتنحط ليه هو باش يبقاها مقاده هكا. كرانا صغير هكا هنا وكراناش هنا لتحت بالنسبه للغلي. وبطبيعه الحال كيف ما كنقول لكم دائما لا سياج هنا الغلي عندي 8 سنتيم هاد الجلابه ان شاء الله حتى هي منين تخدم غادي نديرها معكم. هذه ان شاء الله غادي تخدم ببراندة رقيقه على جوج شعرات وغادي تخدم بطرز رباطي. خلي هذه هكا تنشد عليها الكمام الثوب اللي بقى لينا غناخدو فيه الكمام والقب. كما قلت لكم كنخليو الثوب هكا مطوي على ربعه حتى نشوفو واش غادي يعطينا الكمام ديالنا ولا ما غاديش يعطيهم لينا. الا ما عطاوهمش لينا غنديروا طريقه اخرى. هذه دائما اذا ما عطاكمش الكمام غنديروا طريقه اخرى. هانتوما بالنسبه للكمام عندنا فيهم 58 10 سنتيم ديجا خديناها في الكتف يعني خصنا نقصوها من الكم باش ما نغلطوش. غنشدو سنتيم غناخذو 10 سنتيم غنخرجوها وغادي نحطو هنايا على الثوب وغادي نكملو 58 سنتيم ديالنا. ها هي هي هذه نزيدو على 4 سنتيم ديال الغلي هي 62. ها هي عندنا راس الكم
بما ان جلابه مخزنيه كنديروا شويه الكمام يكونوا عراض. هاد الكمام هادو عندنا فيهم 16، غندير فيهم 17. نتمنى ان يكون الحد الان واضح معاكم. هنايا غادي نتراسيو هنا باش نطيحوا الكتف ديالنا. في الجلابه العاديه كنطيحوا الكتف من هنا ب 12 سنتيم، في الجلابه مخزنيه كنطيحوا ب 6 ديال السنتيم. 6 اللي طيحنا بها الكتف هي اللي غنطيحوا بها الكمام. ها هي فين جات. كنجي لهنا تناخذ القياس ديال الكم ديالي ب 28، نطراسي هكا ونفس الطريقه اللي كنقول لكم دائما، نجيب لكم ونحطو ونشوف. ها نتوما الكرناج هو هذا، نخرج سنتيم من هنا ونجيب نعاود نتراسي. بون دابا صافي راني متاكده من العبار. نجيب المسطره، نجي من هاد الطراساج اللي طراسيت هنا ديال الكم ونجيبو لراس الكم. اسهل من هاد الطريقه ما كاينش. يعني كنحاول نعطيكم صالة بلا تعقيدات. بالنسبه للقب ها هو التوب كافي عندنا. القب ديال جلابه مخزنيه كيكون شويه كبير، المهم 30 هيا كاينه. بالنسبه لهنايا لهاد البلاصه المحلوله كنديروا فيها حتى 42، في جلابه مخزنيه حتى 45، على حسب كل كليانه واشنو بغات. تاكدوا كيف ما كنقول لكم دائما ونقطع التوب ديالي. بالنسبه لهنا 4 سنتيم اللي قلت باش فاش ندير الدسياج نلقى راسي مكرانيه. بقى لي دابا القب ديالي، ها هو التوب كاين. يعني هذا بمترو بجوج مترو و 35، درت انني ندير المراه الجلابه ديالها مخيره في صاله جبليه اولا مخزنيه. عندي هاد البلاصه مشدوده بعد عليكم شويه. عندي بلاصه مشدوده خديت فيها 30 سنتيم، والبلاصه محلوله ومطويه على جوج غناخد فيها 42. نجي هنا نطيح 8 وكما العادة 28 سنتيم ديال القبة، هي مقسومة على جوج كتعطينا 14، كنقسموها 14 على جوج كتعطينا 7. كما العادة هذه اللي هنا كنطلعو بسنتيم وهذه اللي هنا كنهبطو بسنتيم. كنديرو هادي عند هادي، القب ديالنا هو سالا. البنات سالينا بصالة ديال جلابة مخزنية، الفصاله ديال جلابه اخرى، درس اخر ان شاء الله. نتمنى انكم تعملوا لنا لي لايك، راه كيشجعونا بزاف،
وتعطينا كومونتير زوينين بحالكم الزيونات ديالي. يلاه بسلامه عليكم، الله يعاونكم. السلام عليكم بنات، شخباركم بخير؟ لاباس عليكم، اماكم هانيه. اليوم ان شاء الله حلقه ديال اليوم عندي فصاله ديال جلابه مخزنيه، تشوبها هو في الكريب بلوغوا، وقلت نشاركها معكم حتى هي باش تعرفوا الطريقه ديالها. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على السلسله اللي دايره، حيت هذه ملاحظه دائما البنات كيسولوا على شي حاجه عجباتهم. بالنسبه للسلسله اللي دايره هي اللي قلت لكم عندي في لاباج الانستغرام، غتلقاو اللي عندي لها في صندوق الوصف. السلسله ها نتوما كاين السلسله الرقاق، هذه سلسله وحده ولكن فيها ثلاثه، هي وحده هكا هاي اللور فيها سداده وحده ولكن فيها ثلاثه السلسلات، وكاين دي موديل اخرين كاين اللي غير سلسله وحده. وبالنسبه للغورميت ها هما غورميت رقيقه ديال غورميت، شفتوها؟ نتمنى تكون باينه لكم. وكاينين حتى خويتمات ديال المارياج، وكتابه معنا الفصاله ديال اليوم. التوب ديالنا البنات هو كوبو، كوبو اللي كيكون فيه 2.35 متر او لا 2.40 متر، وبعض المرات كيكون فيه حتى 2.5، حتى هو تيكون فيه كما العاده. كنقلبوا على الظهر ديالو هكا، لا ليزير على لا ليزير كيف ما كنقول. هذه فصاله ديال جلابه مخزنيه، يعني ما غاديش نديروا ليها الداخله وفي الخارجه، غادي نفصلوها على شكل واحد على طول واحد. ما سبقش لي درت معكم هذا الدرس هذا ديال الجلابه مخزنيه، كاين اللي تيقول لها جبليه، كل واحد وشنو تيقول لها. كنقلبوا التوب كيف ما قلت لكم، حطوا التوب بهذا الشكل هذا، نخرجوا هاد لا ليزيغ هادي على الظهر ديالنا. كيف ما قلت لكم بغينا نحيدوا هاد لا ليزيغ، غادي نحيدوها، ما بغيناش نقدروا نخليوها، لان هنايا عندي غنديرها في الرنده، يعني ما غاديش تسبب لي مشكل، هي ملي كنكون غنخيطوا عليها السفيف ما كتجيش. اما الرنده راه هي اصلا كنتنيو هاد التوب هذا، راه تيتسنى من اللور. عندي الطول ديال السيده، بسم الله، الطول ديال السيده هو 1.42 متر زائد 8 سنتيم، هو 1.50 متر. السيده طويله شويه، نتمنى ان التصوير يكون باين يكون مزيان احسن. كما كنقول دائما جلايب من تحت، عندنا هنايا كناخذ العنق ديالي اللي هو 8 سنتيم،
نربط هنا بجوج لانه يكون باين لكم. كنهبط بجوج كيف ما العاده، كنحاول نعاود معكم لان كاينين اخوات اللي يلاه داخلين معنا جداد باش حتى هما هكا ما تفوتهم حتى شي حاجه. كنهبط في الكول لان هذه جله باغا نهبط بتسعود، كنجيبها كيف ما قلت لكم بحال حرف الراء، كنجي لهنا. انا عندي في الكتاف 20 لكن السيده بغاتها مخزنيه، عندي في الكمام 58. كناخد 20 ديال الكتف هي كنطراسيها، كنزيد عليها انا 10 سنتيم. السيده بغات تطيح الكتف ديالها ب 10 سنتيم، دونك 20 ديال الكتف زائد 10 سنتيم هي 30. يعني غناخد من هنا من العنق حتى لهذا الجيد الكتف 30 سنتيم. ها هي 30 سنتيم. غنجي الكتف في الجلابه العاديه كنطيحوا الكتف ب 3 سنتيم، لكن في جلابه مخزنيه كنطيحوه 5 او 6 سنتيم. انا غندير 6. كنطراسي هذه من العنق حتى الجهه ديال الكتف، طراسينها. كنجي لهنايا تنهبط بالحزام اللي هو 36، كنهبط بلي هونش اللي هي 60. بما انني خديت في الكتف 30 سنتيم وانا عندي في الصدر ديال السيده 27، كنزيد لها غير 2 سنتيم 27 زائد سنتيم ديال الخياطه 28 زائد 2 سنتيم ديال الترويح. السيده ما بغاتش الجلابه تجيها مخزنيه واسعه بحال اللي كنشوفوها في جلاب السواقيين، بغات الجلابه تجيها مخزنيه ولكن تكون قياسها، ما تكونش واسعه عليها هكا، فهمتوني؟ تكون القياس ديالها. اذا شنو غندير لها؟ 30 سنتيم اللي عندي هنا هي اللي غادي ندير في الصدر وهي اللي غادي ندير في الباسه، لان اكبر بلاصه عندي هي الباسه. شحال فيها؟ فيها 29 سنتيم، فهمتوني؟ يعني الباسه عندي 29 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 30 سنتيم. دونك هي اللي غادي ناخد. وبالنسبه للجلال غندير 36 حيت فيها افتحات في الجناب، و 36 هي اللي غادي يعطيني الثوب لان الثوب متني على 4. لو كانت عندي السيده البيضاء ما غاديش ندير لها الطريقه هذه، يعني غنحاول ندير لها داخله في خارجه باش نعطيها حتى 40. انا هذا عطاني 36 كافي عندي مخير لها. بالنسبه لهنايا تقدروا ديروا خطوط باش هكا تقبطوا عليهم. بالنسبه لي الله المبتدئات كنجيو لهنا فين طيحنا الكتف، كنهبط باش نشوف العرض ديال الكم اللي كاين هنا شحال بغيتو يكون عريض، واش بغيتو يكون عريض بزاف ولا بغيتو يكون عريض غير شويه. خليت مع الصبلي هنا اللي كنفصلو ما يصلحوش لينا الخواتم في اليدين. المهم انا هنا غنكتفي ب 26 سنتيم، غنمشي بها هذه هكا لعند 30 اللي خديت. هاي كاين جوج طرق، كاين بزاف، هو نورمالمون كاين بزاف ديال الطرق. كاين اللي كتمشي بهذه هكا حتى لتحت حتى للجلال، هذه الطريقه ها هي نقادها معكم باش تبان لكم بحال هكا تمشي حتى لتحت. وكاينه صاله مخزنيه اللي كندخلوا فيها هنا شويه هكا كنحرفوها هكا وكنخرجوا، كتجينا هاد التخيله هادي هكا، يعني بحال تنماركيو الصدر ديالنا شويه، يعني كندخلوا مثلا بواحد سنتيم ونص هكا حتى لجوج سنتيم صافو، كنجيبوها هكا دايره
نتمنى انها تكون باينه لكم. كاين اللي كنمشيو بها نيشان وكاين اللي كندخلوا بها هكا باش كنعطيوها شويه العصرانه وتنخرجوا هكا في الباسان وكنمشيو للجليل. المهم هادو جوج طرق وريتهم لكم في صاله واحده. هاد السيده هادي ما بغاتش هاد الدخله، بغاتها تجي نيشان. ديك 31 ديك 30 عندي هنا هي اللي غنمشي بها نيشان ونخرج بها لتحت في الايفازي تنخرج لعند 36. هانتوما مشيت بها تخرجت بها لهنا نيشان، هايا ها هو الخط تخرجت بيه لهنا نيشان. كما كنقول لكم دائما ردوا البال مع الكول الكول الا ما رديناش مع البال كنقطعوه. والعديد من الاخوات غيكونوا وقعت لهم هذه القضيه هذه منين كانوا تيتعلموا. انا بعدا بقات في بالي منين كنت كنتعلم بقات لي في بالي هذه القضيه هذه فيما توصل التقوره ديال العنق كنقول عندك نقطعها هذه دائما صافي كتميموارا. كما قلت لكم انا مشيت بها نيشان نقاد هنا الثوب مزيان حيت باش خصني نكراني البلاصه ديال الكمام باش هكا المعلم ما يبقاش يقلب على البلاصه اولا يدير لنا شي غلط. كناخذ العبار ديالي راسي انا وتنحط ليه هو باش يلقاها مقاده هكا. كرانا صغير هكا هنا وكراناش هنا لتحت بالنسبه للغلي. وبطبيعه الحال كيف ما كنقول لكم دائما لا سيرش هنا الغلي عندي 8 سنتيم هاد الجلابه ان شاء الله حتى هي منين تخدم غادي نديرها معكم. هذه ان شاء الله غادي تخدم ببراندة رقيقه عندو جوج شعرات وغادي تخدم بطرز رباطي. خلي هادي هكا تنشد عليها الكمام الثوب لي بقى لينا غناخدو فيه الكمام والقب. كما قلت لكم كنخليو الثوب هكا مطوع على ربعه حتى نشوفو واش غادي يعطينا الكمام ديالنا ولا ما غاديش يعطيهم لينا. الا ما عطاوهمش لينا غنديروا طريقه اخرى. هذه دائما الا ما عطاكمش الكمام غنديروا طريقه اخرى. هانتوما بالنسبه للكمام عندنا فيهم 58 10 سنتيم ديجا خديناها في الكتف يعني خصنا نقصوها من الكم باش ما نغلطوش. غنشدو سنتيم غناخدو 10 سنتيم غنخرجوها وغادي نحطو هنايا على الثوب وغادي نكملو 58 سنتيم ديالنا. ها هي هذه نزيدو على 4 سنتيم ديال لوغلي هي 62
هي عندنا راس الكمام. بما ان جلابه مخزنيه كنديروا شويه الكمام يكونوا عراض. هاد الكمام هادو عندنا فيهم 16، غندير فيهم 17. نتمنى ان يكون حد الان واضح معاكم. هنايا غادي نتراسيو هنا باش نطيحوا الكتف ديالنا. في الجلابه العاديه كنطيحوا الكتف من هنا ب 12 سنتيم، في الجلابه مخزنيه كنطيحوا ب 6 ديال السنتيم. 6 اللي طيحنا بها الكتف هي اللي غنطيحوا بها الكمام. ها هي فين جات. كنجي لهنا تناخذ القياس ديال الكم ديالي ب 28، نطراسي هكا ونفس الطريقه اللي كنقول لكم دائما، نجيب لكم ونحطو ونشوف. هانتوما الكرناج هو هذا، نخرج سنتيم من هنا ونجيب نعاود نتراسي. بون دابا صافي، راني متاكده من العبار. نجيب المسطره، نجي من هاد الطراساج اللي طراسيت هنا ديالكم ونجيبو لراس الكم. اسهل من هاد الطريقه ما كاينش. يعني كنحاول نعطيكم صاله بلا تعقيدات. بالنسبه للقب، ها هو التوب كافي عندنا. القب ديال جلابه مخزنيه كيكون شويه كبير، المهم 30 هيا كاينه. بالنسبه لهنايا لهاد البلاصه المحلوله كنديروا فيها 42، في جلابه مخزنيه حتى 45، على حسب كل كليانة واشنو بغات. تاكدوا كيف ما كنقول لكم دائما، نقطع التوب ديالي هنا 4 سنتيم اللي قلت، باش فاش ندير لي سياج نبقى راسي مكرانيه، بقى لي دابا القب ديالي. ها هو التوب كاين، يعني هذا بمتر بجوج متر و35، قدرت انني ندير المراه الجلابه ديالها مخيره مفصله جبليه اولا مخزنيه. عندي هاد البلاصه مسدوده، بينت عليكم شويه. عندي بلاصه مسدوده خليت فيها 30 سنتيم، والبلاصه محلوله ومطويه على جوج غناخد فيها 42. نجي لهنا نطيح 8، وكما العاده 22 سنتيم ديال القب. هيا مقسومة على جوج كتعطينا 14، كنقسموها 14 على جوج كتعطينا 7. كما العادة هذه اللي هنا كنطلعو بسنتيم، وهذه اللي هنا كنهبطو بسنتيم. كنديو هادي عند هادي، القب ديالنا هو سالا. البنات سالينا بصالة ديال جلابة مخزنية، الفصاله ديال جلابه اخرى، درس اخر ان شاء الله. نتمنى انكم
تعملوا لنا لي لايك، راه كيشجعونا بزاف، وتعطيونا كومونتير زوينين بحالكم الزيونات ديالي. يلا بسلامة عليكم، الله يعاونكم. السلام عليكم بنات، شخباركم بخير؟ لاباس عليكم؟ اماكم هانيه. اليوم ان شاء الله حلقه ديال اليوم عندي فصاله ديال جلابه مخزانيه، تشوبها هو في الكريب بلوغوا، وقلت نشاركها معكم حتى هي باش تعرفوا الطريقه ديالها. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على السلسله اللي دايره، حيت هذه ملاحظه دائما البنات كيسولوا على شي حاجه عجباتهم. بالنسبه للسلسله اللي دايره هي اللي قلت لكم عندي في لاباج الانستغرام، غتلقاو اللي عندي لها في صندوق الوصف. السلسله ها نتوما كاينه السلسله الرقاق، هذه سلسله وحده ولكن فيها ثلاثه، هي وحده هكا اي اللور فيها سداده وحده ولكن فيها ثلاثه سلسلات، وكاين دي موديل اخرين كاين اللي غير سلسله وحده. وبالنسبه للغورميت ها هما غورميت رقيقه، ندير غورميت شتوها، نتمنى تكون باينه لكم. وكاينين حتى خويتمات ديال المارياج، وكتابة معنا الفصالة ديال اليوم. التوب ديالنا البنات هو كوبو اللي كيكون فيه 2.35 متر او لا 2.40 متر، وبعد ما كيكون فيه حتى 2 أونص حتى هو تيكون فيه كما العادة. كنقلبو على الظهر ديالو هكا، لا ليزيغ على لا ليزيغ كيف ما كنقول. هذه فصالة ديال جلابة مخزانية، يعني ما غاديش نديرو ليها الداخل وفي الخارجة، غادي نفصلوها على شكل واحد على طول واحد. ما سبقش لي درت معكم هاد الدرس هذا ديال جلابة مخزانية، كاين اللي تيقول لها جبلية، كل واحد وشنو تيقول لها. كنقلبو التوب كيف ما قلت لكم، حطو التوب بهذا الشكل هذا، نخرجو هاد لا ليزيغ هادي على الظهر ديالنا. كيف ما قلت لكم بغينا نحيدو هاد لا ليزيغ هادي، نحيدوها ما بغيناش، نقدروا نخليوها لان هنايا عندي غنديرها في الرنده، يعني ما غاديش تسبب لي مشكل، هي ملي كنكون غنخيطوا عليها السفيف ما كتجيش. اما الرنده راه هي اصلا كنتنيو هاد التوب هذا، راه تيتسنى من اللور. عندي الطول ديال السيدة، بسم الله، الطول ديال السيدة هو 1.42 متر زائد 8 سنتيم، هو 1.50 متر. السيدة طويلة شوية، نتمنى ان التصوير يكون باين مزيان احسن. كما كنقول دائما جلايب من تحت، عندنا هنايا كن
ناخذ العنق ديالي اللي هو 8 سنتيم كنهبط هنا بجوج لانه يكون باين ليكم. كنهبط بجوج كيف ما العاده. كنحاول نعاود معكم لان كاينين اخوات اللي يلاه داخلين معنا جداد باش حتى هما هكا ما تفوتوا حتى شي حاجه. كنهبط في الكول لان هذه جلابه غنهبط في تسعود. كنجيبها كيف ما قلت لكم بحال حرف الراء. كنجي لهنا انا عندي في الكتاف 20 لكن السيده بغاتها مخزنيه عندي في الكمام 58. كناخذ 20 ديال الكتف ها هي كنطراسيها كنزيد عليها انا 10 سنتيم. السيده بغات طيح الكتف ديالها ب 10 سنتيم دونك 20 ديال الكتف زائد 10 سنتيم هي 30. يعني غناخذ من هنا من العنق حتى لهذا جهه الكتف 30 سنتيم. ها هي 30 سنتيم. غنجي للكتف في الجلابة العادية كنطيحو الكتف بثلاثة سنتيم لكن في جلابة مخزنية كنطيحوه بخمسة أو ستة سنتيم. أنا غندير ستة. كنطراسي هادي من العنق حتى الجهة ديال الكتف طراسينها. كنجي لهنايا تنهبط بالحزام اللي هو 36 كنهبط بلي هونش اللي هي 60. بما انني خديت في الكتف 30 سنتيم وانا عندي في الصدر ديال السيده 27 كنزيد لها غير 2 سنتيم 27 زائد سنتيم ديال الخياطه 28 زائد 2 سنتيم ديال الترويح. السيده ما بغاتش الجلابه تجيها مخزنيه واسعه بحال اللي كنشوفوها في جلاب السواقيين. بغات الجلابه تجيها مخزنيه ولكن تكون قياسها ما تكونش واسعه عليها هكا فهمتوني تكون القياس ديالها. اذا شنو غندير ليها 30 سنتيم اللي عندي هنا هي اللي غادي ندير في الصدر وهي اللي غادي ندير في الباسه لان اكبر بلاصه عندي هي الباسه شحال فيها 29 سنتيم فهمتوني. يعني الباسه عندي 29 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 30 سنتيم. دونك هي اللي غادي ناخذ. وبالنسبه للجلال غندير 36 حيت فيها افتحات في الجناب و 36 هي اللي غادي يعطيني الثوب لان الثوب متني على 4. لو كان كانت عندي السيده البيضاء ما غاديش ندير لها الطريقه هذه يعني غنحاول ندير لها داخله في خارجه باش نعطيها حتى ل 40. انا هذا عطاني 36 كافي عندي مخير لها. بالنسبه لهنايا تقدروا ديروا خطوط باش هكا تقبطوا عليهم. بالنسبه ليا الله المبتدئات كنجيو لهنا فين طيحنا الكتف كنهبط باش نشوف العرض ديال الكم اللي كاين هنا شحال بغيتو يكون عريض. واش بغيتو يكون عريض بزاف ولا بغيتو يكون عريض غير شويه. خاصني معصبني حنا اللي كنفصلو ما يصلحوش لينا الخواتم في اليدين. المهم انا هنا غنكتفي ب 26 سنتيم غنمشي بها هادي هكا لعند 30 اللي خديت. هاي كاين جوج طرق كاين بزاف هو نورمالمون كاين بزاف ديال الطرق. كاين اللي كتمشي بهادي هكا حتى لتحت حتى للجلال هذه الطريقه ها هي نقدها معكم باش تبان لكم هكا مشيت لتحت. وكاينه صاله مخزنيه اللي كندخلوا فيها هنا شويه هكا كنحرفوها هكا وكنخرجوا كتجينا هاد التخيله هادي هكا يعني بحال تنماركيو الصدر ديالنا.
شويه يعني كندخلوا مثلا بواحد سنتيم ونص هكا حتى لجوج سنتيم صافو كنجيبوها هكا دايره. نتمنى انها تكون باينه لكم. كاينه اللي كنمشيو بها نيشان وكاينه اللي كندخلوا بها هكا باش كنعطيوها شويه العصرانه وتنخرجوا هكا في الباسان وكنمشيو للجليل. المهم هادو جوج طرق وريتهم لكم في صاله واحده. هاد السيده هذه ما بغاتش هاد الدخله بغاتها تجي نيشان. ديك 31 ديك 30 عندي هنا هي اللي غنمشي بها نيشان ونخرج بها لتحت في الايفازي تنخرج لعند 36. هانتوما مشيت بها حتى خرجت بها لهنا نيشان. هايا ها هو الخط حتى خرجت بيه لهنا نيشان. كما كنقول لكم دائما ردوا البال مع الكول الكول الا ما رديناش مع البال كنقطعوه. والعديد من الاخوات غيكونوا وقعت لهم هذه القضيه هذه منين كانوا تيتعلموا. انا بعدا بقات في بالي منين كنت كنتعلم بقات لي في بالي هذه القضيه هذه فيما توصلت للتقويره ديال العنق كنقول عندك نقطعها هذه دائما صافي كتميموارا. كما قلت لكم انا مشيت بانيشان كنقاد هنا الثوب مزيان حيت باش خصني نكراني البلاصه ديال الكمام باش هكا المعلم ميبقاش يقلب على البلاصه اولا يدير لنا شي غلط. كناخذ العبار ديالي راسي انا وتنحط ليه هو باش يلقاها مقاده هكا كرانا صغير هكا هنا وكراناش هنا لتحت بالنسبه للغلي. وبطبيعه الحال كيف ما كنقول لكم دائما لي سياج هنا الغلي عندي 8 سنتيم هاد الجلابه ان شاء الله حتى هي منين تخدم غادي نديرها معكم. هذه ان شاء الله غادي تخدم ببراندة رقيقه على جوج شعرات وغادي تخدم بطرز رباطي. خلي هذه هكا تنشد عليها الكمام الثوب اللي بقى لينا غناخدو فيه الكمام والقب. كما قلت لكم كنخليو الثوب هكا مطوي على ربعه حتى نشوفو واش غادي يعطينا الكمام ديالنا ولا ما غاديش يعطيهم لينا. الا ما عطاوهمش لينا غنديروا طريقه اخرى. هذه دائما اذا ما عطاكمش الكمام غنديروا طريقه اخرى. هانتوما بالنسبه للكمام عندنا فيهم 58 10 سنتيم ديجا خديناها في الكتف يعني خصنا نقصوها منكم باش ما نغلطوش. غنشدو سنتيم غناخذو 10 سنتيم غنخرجوها وغادي نحطو هنايا على الثوب
وغادي نكملو 58 سنتيم ديالنا. هاهي هي هادي، نزيدو على 4 سنتيم ديال لوغلي، هي 62. هاهي عندنا راس الكم، بما انها جلابه مخزنيه كنديرو شويه الكمام يكونوا عراض. هاد الكمام هادو عندنا فيهم 16، غندير فيهم 17. نتمنى ان يكون الحد الان واضح معاكم. هنايا غادي نطراسيو هنا باش نطيحو الكتف ديالنا. في الجلابه العاديه كنطيحو الكتف من هنا ب 12 سنتيم، في الجلابه مخزنيه كنطيحو ب 6 ديال السنتيم. 6 اللي طيحنا بها الكتف هي اللي غنطيحو بها الكمام. ها هي فين جات، كنجي لهنا تناخذ القياس ديال الكم ديالي ب 28، نطراسي هكا ونفس الطريقه اللي كنقول لكم دائما، نجيب لكم ونحطو ونشوف. هانتوما الكرناج هو هذا، نخرج سنتيم من هنا ونجيب نعاود نطراسي. بون دابا صافي، راني متاكده من العبار. نجيب المسطره، نجي من هاد الطراساج اللي طراسيت هنا ديال الكم ونجيبو لراس الكم. اسهل من هاد الطريقه ما كاينش. يعني كنحاول نعطيكم بصالة بلا تعقيدات. بالنسبه للقب، ها هو التوب كافي عندنا. القب ديال جلابه مخزنيه كيكون شويه كبير، المهم 30 هيا كاينه. بالنسبه لهنايا لهاد البلاصه المحلوله كنديروا فيها حتى 42، في جلابه مخزنيه حتى 45، على حسب كل كليانه واشنو بغات. تاكدوا كيف ما كنقول لكم دائما، ونقطع التوب ديالي هنا. 4 سنتيم اللي قلت باش فاش ندير الدسياج نلقى راسي مكرانيه. بقى لي دابا القب ديالي، ها هو التوب كاين. يعني هذا بمترو بجوج مترو و 35، درت انني ندير المرا الجلابه ديالها مخيره في صاله جبليه اولا مخزنيه. عندي هاد البلاصه مشدوده، نبدا لكم شويه. عندي بلاصه مشدوده خديت فيها 30 سنتيم، والبلاصه محلوله ومطويه على جوج غناخد فيها 42. نجي هنا نطيح 8، وكما العاده 28 سنتيم ديال القب. هيا مقسومة على جوج كتعطينا 14، كنقسموها 14 على جوج كتعطينا 7. كما العادة هذه اللي هنا كنطلعو بسنتيم، وهذه اللي هنا كنهبطو بسنتيم. كنتي ودي عندك وبدينا وسلام البنات.
تعلينا بصلة ديال جلابة مخزنية، بصلة ديال جلابة أخرى، درس آخر إن شاء الله. نتمنى أنكم تعملوني لنا لي لايك، راه كيشجعونا بزاف، وتعطيونا كومونتيرات زوينين بحالكم الزيونات ديالي. يلا بسلامة عليكم، الله يعاونكم. السلام عليكم بنات، شخباركم بخير؟ لاباس عليكم، اماكم هانيه. اليوم ان شاء الله حلقة ديال اليوم عندي بصله ديال جلابه مخزنيه، تشوبها هو في الكريب بلوغوا، وقلت نشاركها معكم حتى هي باش تعرفوا الطريقه ديالها. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني على السلسله اللي دايره، حيت هذه ملاحظه دائما البنات كيسولوا على شي حاجه عجباتهم. بالنسبه للسلسله اللي دايره هي اللي قلت لكم عندي في لاباج الانستغرام، غتلقاو اللي عندي لها في صندوق الوصف. السلسله ها نتوما كاينه السلسله الرقاق، هذه سلسله وحده ولكن فيها ثلاثه، هي وحده هكا هاي اللور فيها سداده وحده ولكن فيها ثلاثه السلسلات، وكاين دي موديل اخرين كاين اللي غير سلسله وحده. وبالنسبه للغورميت ها هما غورميت رقيقه ديال غورميت، شفتوها؟ نتمنى تكون باينه لكم. وكاينين حتى خويتمات ديال المارياج، وكتابه معنا الفصاله ديال اليوم. التوب ديالنا البنات هو كوبو اللي كيكون فيه 2.35 متر او لا 2.40 متر، وبعد مرات كيكون فيه حتى 2.5 متر، حتى هو تيكون فيه كما العاده. كنقلبوا على الظهر ديالو هكا، لا ليزير على لا ليزير كيف ما كنقول. هذه فصاله ديال جلابه مخزنيه، يعني ما غاديش نديروا ليها الداخله وفي الخارجه، غادي نفصلوها على شكل واحد على طول واحد. ما سبقش لي درت معكم هذا الدرس هذا ديال جلابه مخزنيه، كاين اللي تيقول لها جبليه، كل واحد وشنو تيقول لها. كنقلبوا التوب كيف ما قلت لكم، التوب بهذا الشكل هذا، نخرجوا هاد لا ليزيغ هادي على الظهر ديالنا. كيف ما قلت لكم بغينا نحيدوا هاد لا ليزيغ هادي، نحيدوها ما بغيناش، نقدروا نخليوها لان هنايا عندي غنديرها في الرانده، يعني ما غاديش تسبب لي مشكل، هي ملي كنكون غنخيطوا عليها السفيف ما كتجيش. اما الرانده راه هي اصلا كنتنيو هاد التوب هذا، راه تيتسنى من اللور. عندي الطول ديال السيده، بسم الله، الطول ديال السيده هو 1.42 متر زائد 8 سنتيم، هو 1.50 متر. السيده طويله شويه، نتمنى ان التصوير يكون باين مزيان احسن.
كما كنقول دائما جليل من تحت. عندنا هنايا كناخذ العنق ديالي اللي هو 8 سنتيم، كنهبط هنا بجوج لانه يكون باين لكم، كنهبط بجوج كيفما العاده. كنحاول نعاود معكم لان كاينين اخوات اللي يلاه داخلين معنا جداد باش هما هكا ما تفوتهم حتى شي حاجه. كنهبط في الكول لان هذه جله باغا نهبط بتسعود، كنجيبها كيف ما قلت لكم بحال حرف الراء، كنجي لهنا. انا عندي في الكتاف 20 لكن السيده بغاتها مخزنيه، عندي في الكمام 58. كناخد 20 ديال الكتف هي كنطراسيها، كنزيد عليها انا 10 سنتيم. السيده بغات تطيح الكتف ديالها ب 10 سنتيم، دونك 20 ديال الكتف زائد 10 سنتيم هي 30. يعني غناخد من هنا من العنق حتى لهذا الجهه الكتف 30 سنتيم. ها هي 30 سنتيم. غنجي الكتف في الجلابه العاديه كنطيحوا الكتف ب 3 سنتيم، لكن في جلابه مخزنيه كنطيحوه 5 او 6 سنتيم. انا غندير 6. كنطراسي هذه من العنق حتى الجهه ديال الكتف، طراسينها. كنجي لهنايا تنهبط بالحزام اللي هو 36، كنهبط بلي هونش اللي هي 60. بما انني خديت في الكتف 30 سنتيم وانا عندي في الصدر ديال السيده 27، كنزيد لها غير 2 سنتيم 27 زائد سنتيم ديال الخياطه 28 زائد 2 سنتيم ديال الترويح. السيده ما بغاتش الجلابه تجيها مخزنيه واسعه بحال اللي كنشوفوها في جلاب السواقيين، بغات الجلابه تجيها مخزنيه ولكن تكون قياسها، ما تكونش واسعه عليها هكا، فهمتوني؟ تكون القياس ديالها. اذا شنو غندير لها؟ 30 سنتيم اللي عندي هنا هي اللي غادي ندير في الصدر وهي اللي غادي ندير في الباسه، لان اكبر بلاصه عندي هي الباسه. شحال فيها؟ فيها 29 سنتيم، فهمتوني؟ يعني الباسه عندي 29 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 30 سنتيم. دونك هي اللي غادي ناخد. وبالنسبه للجلال غندير 36 حيت فيها افتحات في الجلال، و 36 هي اللي غادي يعطيني الثوب لان الثوب متني على 4. لو كانت عندي السيده البيضاء ما غاديش ندير لها الطريقه هذه، يعني غنحاول ندير لها دخله في خارجه باش نعطيها حتى ل 40. انا هذا عطاني 36 كافي عندي مخير لها. بالنسبه لهنايا تقدروا ديروا خطوط باش هكا تقبطوا عليهم. بالنسبه لي الله المبتدئات كنجيو لهنا فين طيحنا الكتف، كنهبط باش نشوف العرض ديال الكم اللي كاين هنا شحال بغيتو يكون عريض، واش بغيتو يكون عريض بزاف ولا بغيتو يكون عريض غير شويه. خليت مع الصبلي هنا اللي كنفصلو ما يصلحوش لينا الخواتم في اليدين. المهم انا هنا غنكتفي ب 26 سنتيم، غنمشي بها هادي هكا لعند 30 اللي خديت. هاي كاين جوج طرق، كاين بزاف، هو نورمالمون كاين بزاف ديال الطرق. كاين اللي كتمشي بهادي هكا حتى لتحت حتى للجلال، هادي الطريقه ها هي نقادها معكم باش تبان لكم بحال هكا تمشي حتى لتحت. وكاينه صاله مخزنيه اللي كندخلوا فيها هنا شويه هكا كنحرفوها هكا وكنخرجوا، كتجينا هاد التخيله هادي هكا، يعني
بحال تنماركيو الصدر ديالنا شويه، يعني كندخلو مثلا بواحد سنتيم ونص هكا حتى لجوج سنتيم صافو، كنجيبوها هكا دايره. نتمنى انها تكون باينه لكم. كاينه اللي كنمشيو بها نيشان، وكاينه اللي كندخلو بها هكا باش كنعطيوها شويه العصرانه، وتنخرجوا هكا في الباسان وكنمشيو للجليل. المهم هادو جوج طرق وريتهم لكم في صاله وحده. هاد السيده هادي ما بغاتش هاد الدخله، بغاتها تجي نيشان. ديك 31 ديك 30 عندي هنا هي اللي غنمشي بها نيشان، ونخرج بها لتحت في الايفازي تنخرج لعند 36. هانتوما مشيت بها تخرجت بها لهنا نيشان، هايا ها هو الخط تخرجت بيه لهنا نيشان. كما كنقول لكم دائما ردوا البال مع الكول الكول الا ما رديناش مع البال كنقطعوه. والعديد من الاخوات غيكونوا وقعت لهم هذه القضيه هذه منين كانوا تيتعلموا. انا بعدا بقات في بالي منين كنت كنتعلم، بقات لي في بالي هذه القضيه هذه فيما توصل التقوره ديال العنق كنقول عندك نقطعها هذه دائما صافي كتميموارا. كما قلت لكم انا مشيت بها نيشان كنقاد هنا الثوب مزيان حيت باش خصني نكراني البلاصه ديال الكمام باش هكا المعلم ما يبقاش يقلب على البلاصه اولا يدير لنا شي غلط. كناخذ العبار ديالي راسي انا وتنحط ليه هو باش يلقاها مقاده هكا. كرانا صغير هكا هنا وكراناش هنا لتحت بالنسبه للغلي. وبطبيعه الحال كيف ما كنقول لكم دائما لي سياج هنا الغلي عندي 8 سنتيم. هاد الجلابه ان شاء الله حتى هي منين تخدم غادي نديرها معكم. هذه ان شاء الله غادي تخدم ببراندة رقيقه عندو جوج شعرات وغادي تخدم بالطرز الرباطي. خلي هادي هكا تنشد عليها الكمام الطب لي بقى لينا غناخدو فيه الكمام والقب. كما قلت لكم كنخليو الطوب هكا مطوع على ربعه حتى نشوفو واش غادي يعطينا الكمام ديالنا ولا ما غاديش يعطيهم لينا. الا ما عطاوهمش لينا غنديروا طريقه اخرى. هذه دائما الا ما عطاكمش الكمام غنديروا طريقه اخرى. هانتوما بالنسبه للكمام عندنا فيهم 58 10 سنتيم ديجا خديناها في الكتف يعني خصنا نقصوها منكم باش ما نغلطوش. غنشدو سنتيم غناخذو 10 سنتيم غنخرجوها وغادي نحطو
هنايا على التوب، وغادي نكملوا 58 سنتيم ديالنا. هاي هي هذه، نزيدوا على 4 سنتيم ديال لوغلي هي 62. ها هي عندنا راس الكمام، بما انها جلابه مخزنيه كنديروا شويه الكمام يكونوا عراض. هاد الكمام هادو عندنا فيهم 16، غندير فيهم 17. نتمنى ان يكون حد الان واضح معاكم. هنايا غادي نطراسيو هنا باش نطيحوا الكتف ديالنا. في الجلابه العاديه كنطيحوا الكتف من هنا ب 12 سنتيم، في جلابه مخزنيه كنطيحوا ب 6 ديال السنتيم. 6 اللي طيحنا بها الكتف هي اللي غنطيحوا بها الكمام. ها هي فين جات، كنجي لهنا تناخذ القياس ديال الكم ديالي في 28، نطراسي هكا ونفس الطريقه اللي كنقول لكم دائما، نجيب لكم ونحطو ونشوف. هانتوما الكرناج هو هذا، نخرج سنتيم من هنا ونجيب نعاود نطراسي. و دابا صافي راني متاكده من العبار. نجيب المسطره، نجي من هاد الطراساج اللي طراسيت هنا ديالكم ونجيبو لراس الكم. اسهل من هاد الطريقه ما كاينش. يعني كنحاول نعطيكم الصاله بلا تعقيدات. بالنسبه للقب، ها هو التوب كافي عندنا. القب ديال جلابه مخزنيه كيكون شويه كبير، المهم 30 هيا كاينه. بالنسبه لهنايا لهاد البلاصه المحلوله كنديروا فيها 42 في جلابه مخزنيه حتى ل 45 على حسب كل كليانه واشنو بغات. تاكدوا كيف ما كنقول لكم دائما، نقطع التوب ديالي هنا 4 سنتيم اللي قلت باش فاش ندير لي سياج القراصيم كرانيه بقى لي. دابا القب ديالي ها هو التوب كاين، يعني هذا بمتر بجوج متر و 35 درت انني ندير المراه الجلابه ديالها مخيره مفصله جبليه اولا مخزنيه. عندي هاد البلاصه مسدوده بينت عليكم شويه، عندي بلاصه مسدوده خليت فيها 30 سنتيم، والبلاصه محلوله ومطويه على جوج غناخد فيها 42. نجي لهنا نطيح 8 وكما العاده 22 سنتيم ديال القب. ها هي مقسومه على جوج كتعطينا 14، كنقسموها 14 على جوج كتعطينا 7. كما العاده هذه اللي هنا كنطلعوا بسنتيم وهذه اللي هنا كنهبطوا بسنتيم. كنديرو هادي عند هادي، القب ديالنا هو سالا.
البنات سالينا البصله ديال جلابه مخزنيه، البصله ديال جلابه اخرى، درس اخر ان شاء الله. نتمنى انكم تعملوا لنا لي لايك، راه كيشجعونا بزاف، وتعطيونا كومونتير زوينين بحالكم الزيونات ديالي. يلا بسلامه عليكم، الله يعاونكم.